لتسيير الجلسة اللي هو مجانب تماما للنظام الداخلي. وسيادتك هاك تشوفي في الفوضى، بجنبك زميلك عنده خبرة في الموضوع هذا في البرلمان. الأصل فيه يا سيدتي الكريمة أنكم تطلعوا على النظام الداخلي وأنكم معناها تلتزموا به. وانت تعرف، وانت سياسية وتعرف اللي فما ناس جايين لهنا كلوشارات في المجلس يحبوا يمارسوا البونديتيزم. الناس هذوما مرضوا على الاستبداد، ما يعرفوش الحرية والديمقراطية خنقتهم، ما ينجموا يخدموا كان في برلمان بصوت واحد ولون واحد، والله واحد بن علي ما كيفو حد، بل ومصيبة جابها جات من البرلمان هذه. فلذا أنت كي باش تعطيهم الكلمة يلزم على قد ما تلتزم بالنظام الداخلي على قد ما احنا نربحوا، وهالأصوات النشاز على الديمقراطية وعلى ما صار الثورة ما نحبوش نسمعوهم الأصوات هذوما. ومن بعد تزيدوا تشوفوا النايبة من كتلة الإخوان الكلام النابي اللي قالته والإهانة اللي عملتها الكتلة الحزب الدستوري الحر، ويتنعتنا بالكلوشارات وبالباندية وبالبلوى وبالمصيبة اللي جيت للبرلمان. معناها هذه إهانة في قرابة 200,000 ناخب اللي نخبلنا، إهانة في الدساترة الكل وفي الناس الكل اللي احنا نمثلوهم، إهانة في الحزب الدستوري الحر وفي الهياكل نتاعو وفي كل أنصار وفي كل من يحمل فكر هذية، إهانة في قبة البرلمان هذية اللي يتقال فيها وفي وسطها كلام بالمستوى المنحط الرديء نتاعهم. الناس متقلقين، فهموا اللي اليوم ما عادش وحدهم في الميدان، اللي صار اليوم والمسرحية اللي صارت اليوم القاو شكون يفضحها. في خضمك الفوضى هذيك الكل، توقفش الجلسة، ما تسحبش منها الكلمة وتعدي التصويت، وناس صوتت وناس ما صوتتش، ومن بعد نشوفوا عادش خرجوا وش ما خرجوش. فوضى عارمة وعملية تحيل ممنهجة على الشعب التونسي. ردت على وزارة وفي ظل انه فما كتلة برلمانية اليوم معتصمة، هذا عادي؟ هذا عادي؟ شنو قاعدين تناقشوا؟ على شنو قاعدين تناقشوا؟ اللي صار البارح وناس ترفض الاعتدال اليوم ومازالوا معناها في حالة تعسف، هذا شنو يتسمى؟ وجايين باش نناقشوا قانون مالية. خلي نضبطوا ساعة كيفاش تصير الأعمال في الجلسة وفي المجلس، والناس الكل تعرف حقوقها وواجباتها، والناس الكل تلتزم باحترام القانون، ومن بعد نحكيو في قانون الماليه ونحكيو في امور الدوله. احنا نرفضوا انه تتواصل اعمال اللجان واعمال المجلس بطريقه عاديه في ظل عدم الاعتذار الرسمي على اللي صار البارح. وهذايا موقفنا، وما تصيرش الاعمال بطريقه عاديه. واللي يطلع بالشيء هذايا يتحمل مسؤوليته التاريخيه. تاريخ يسجل كل المواقف. كيفاش معناها نعمل؟ معناها يلزمنا يا نستجيبوا لطلباتك ونساندوك في الاعتصام، يا ما نوصلوش على هذا. يا مش تساندوك في الاعتصام، يلزمكم تساندوا. انت مادام تعمل في السياسه وانت عندك عركه مع كتله برلمانيه بعينها. لا ما عنديش عركه. انت عندك كتله برلمانيه، كتله برلمانيه بعينها، هذا ما يعطلش اشغال اللجنه اللي عندها اجال دستوريه. لا سامحني وما تفرضش المسائل، ما تفرضش بالقوه. فما البارح تعسف صار قدام الناس الكل، يقول لي انت رجل قانون، ما عندناش عركه. البارح احنا التزمنا بالمداخلات، التزمنا بالتوقيت، التزمنا بالتصويت، العركه عملتوها انتم معاهم على الحقائب الميزانيه. مش صحيح. وخرجتوا هذا رايك مش صحيح. هذا رايك وماهوش صحيح. هذا لا يعنينا. ونحن في اللجنه لا يعنينا مواقفك انت السياسيه مدام. فما رئيس، فما رئيس برلمان من حقك، فما رئيس برلمان من حقك، فما ميزانية، فما أهم من المعركة.